عسلي، ما اسمي سرا وجيت لي مش نحكي لكم على كتاب قريته اللي هو فيرونيكا دي سيدو موغ دو بالو كويلو، خليتوني نقرا فيه في اخر بوان ليكتور وكملت وعجبني على الاخر. الكتاب يحكي على فيرونيكا اون جون فام مزيانه بخدمتها، عندها فالفام نتاعها يحبوها كل شيء، مي ان جور تقرر باش تنتحر تحط حد لحياتها. دونك تشرب الدواء تقوم تلقى روحها في كلينيك بسيكاتريك، يجي الطبيب يقولها اللي راهو بالدواء اللي شربته ضرت قلبها وراي باش تموت بعد جمعة. من غادي تبدا لافونتور ديجا نتاع فيرونيكا في الكلينيك بسيكاتريك مع لي فو اونتر كيومي لي فو، خاطر في الاخر في الكتاب يخليك تخمم شكون اللي فول بالحق، معناها احنا اللي عايشين لبرا اللي قاعدين نعيشوا في روتين معين بتاع قوم اقرا ارقد ولا قوم اخدم ارقد، ولا معناها تلقاك تعيش حياتك كاملة كما قالت هي في أول كتاب، قالت تحب تقرأ باش تلقى خدمة بيها، تلقى خدمة بيها تحب تعمل أكثر فلوس، بعد تلقى روحك عمل دار وصغار وتلقى روحك ساي كبرت وما عشتش حياتك، تقول برا إن شاء الله ولدي يعيشوا خير مني، ولدك يعيشوا نفس الحكاية. دونك علاش ما تقفش أنت وتعيش حياتك كما تحب تعيشها. دو بلوس في الكتاب تلقاهم هما معناها اونيت على الاخر، معناها التصرفات نتاعهم وكل شيء خليك تخمم تقول امبوسيبل ماهمش مهبله، يمكن انا هو المهبول اللي خمم هكاكا. الكتاب تحفون على الاخر، تفرج زاده في الفيلم تمثل فيه سارة ميشيل جيلر، الفيلم زاده تحفون على الاخر ننصحكم باش تفرجوا فيه. مالكي كل كتاب بلو ديتايي بيان سور، الكتاب خير من الفيلم اما تحفونين الزوج. دونك فلا عجبني على الاخر، فما هكا سوربريز في اخر الكتاب نخليكم تكتشفوها، فما هكا دو بوان ديفيرونس بين الفيلم والكتاب ما عملوهمش كيف كيف ما نعرفش علاش، اما نون بلوس كل تحفونين الزوز. اما كيما قلت لكم الكتاب بلو ديتاي دونك تلقى فيها اكثر حاجات به. وتوا قاعده نقرا في زوز كتب بارالي، غوست اوف سنغافور اللي خليتوني غوست اوف سنغافور اللي خليتوني نقرا فيه ديجا اخر مره، فيها 8 ستوريز. دونك قررت باش نقراهم باراليل مع لكتور اخرى خاطر هما 8 قصص، قلت ميساج كل مره نقرا قصه وان باراليل نقرا كتاب. قريت فيه ثلاثه قصص صغار وقصير ان شاء الله نكملو بيانتو، وان ميم طون نقرا فيه كتاب لياسمينة خضرا اللي هو لدانك اوبستوري. الكتاب هذايا بوليسيه يحكي على بوليس جاء تليفون قالوا راهو كوميسار بلوتو جاء تليفون قالوا راني انا توا كما نقولوا شديت راجل وراني باش نقتلو، راني باش نعمل فيه وباش نحيلو قلبه وباش نعمل دوش وبعد نكلمك في عقلي ونعطيك لادريس وين صارت. دونك باش تبدا تتعاود توليك يوليك تيونس، وهذا المحقق لوب باش يبدا يفركس في المجرم ديجا. هذا اول حسب ما قريت في الكاتريم دو كوفيرتور، اول كتاب بوليسي لاسمينة خضرا، وما قريت فيه شابيتر بركه لما حاله اما شابيتر مليان وتحفونا عجبني على الاخر. لكتور جي مازلت ما نعرفش نعرفش نقرا دوبا نعرف تنقلكم خاطر عملت بالي صغيره لشتي، دونك نختار منها لكتور باش نقراها ونقولكم عليها. قولوا لي انتم باش تقرا. باي باي.